السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أعزائي الطلبة سوف نكمل مادة الاجتماعيات للصف الثالث الأساسي المعلمة مي سعودة مدارس الأمم الإبداعية. نعمل من أجل وطننا صفحة 38 و39. الهدف الذهبي للدرس يكتسب الطالب قيمة مشاركة الآخرين في حياتنا، ومنها المشاركة في أعمال المنزل مسؤوليتي. ثانياً، المشاركة في مبادرة مدرستنا مسؤوليتنا. ثالثاً، المشاركة في المجتمع مسؤوليتنا. أولاً، المشاركة في أعمال المنزل مسؤوليتي. علينا أعزائي الطلبة أن نشارك في أعمال المنزل وفي مساعدة عائلتنا، وأن أساعد أمي في تحضير مائدة الطعام. هيا نقرأ. قال حسام: سأنظف المائدة يا أمي. وقالت إيمان: وأنا سأجلي الصحون. فقالت الأم: أشكركما يا حسام ويا إيمان، أنتما ولدان صالحان، بارك الله فيكما. وأنتم أعزائي الطلبة عليكم مجموعة من المسؤوليات، ومنها أن أساعد أمي في تحضير مائدة الطعام، وأن أرتب غرفتي لأنها مسؤوليتي مع أمي الغالية، ولا أنسى باقي المنزل، فأنا أساعد أمي في ترتيب المنزل. أنتم طلبة رائعون، أحسنتم. ثانياً، المشاركة في مبادرة مدرستنا مسؤوليتنا. يجب علينا المحافظة على نظافة مدرستنا، وذلك من خلال هيا نقرأ. وبعد تنظيف الجدران نزينها باللوحات الجميلة. ما رأيكم بدهان جدران الصف؟ من الصعب علينا دهان الصف، ولكن نستطيع تنظيف الجدران. وأنا أقترح استئذان آبائنا لزيارة صديقنا محمود بعد الدوام لأنه مريض. ما قاموا به هؤلاء الطلبة جميل جدا، وأنت عليك المحافظة على نظافة صفك والمكان الذي تجلس فيه، وأيضا ألا ترمي فضلات الطعام في ساحة المدرسة، بل ارميها في سلة المدرسة. وفي حال وجود حديقة عزيز الطالب، يجب عليك الحفاظ على نظافتها لكي تبقى جميلة. وأيضا يجب عليك المحافظة على كتبك ودفاترك، واحرص على نظافتهم. المشاركة ثالثاً، المشاركة في المجتمع مسؤوليتنا. ومن مسؤوليتنا لمجتمعنا العزيز هي المحافظة على ممتلكات الوطن، لأن الوطن للجميع وينبغي لنا أن نتعاون في الحفاظ عليه. هيا نقرأ. مرحبا سمير، كيف حالك؟ سينظف أبناء الحي اليوم الحديقة العامة، هل تود المجيء ومشاركتنا؟ بالتأكيد مريم، سأشارككم، فالحديقة العامة ملك للجميع وينبغي لنا أن نتعاون في الحفاظ عليها. أحسنتم. هيا أعزائي الطلبة ننتقل إلى حل النشاط صفحة 39. أكمل العبارات الآتية بما يجب أن أفعل. هيا نقرأ. إذا رأيت والدي يحمل أمتعة كثيرة فإنني ماذا أفعل؟ أحسنتم، أساعده في حل الأمتعة. رائع. هيا نكمل. إذا رأيت أمي تنظف البيت فإنني أساعدها في تنظيف البيت. أحسنتم، رائعين. إذا سمعت صوت شقيقي الصغير يبكي فإنني ألعب معه. أحسنتم. إذا مرض زميلي فإنني ماذا أفعل؟ أدعو له بالشفاء وأطمئن عن صحته. أحسنتم أعزائي الطلبة. ونحن الآن أعزائي الطلبة نقوم بخدمة مجتمعنا من خلال التزامنا وبقاؤنا في منازلنا. سيأتي اليوم أبناء الطلبة، وهو ليس بعيد عنا بإذن الله، الذي سوف نعود به إلى مدرستنا الحبيبة وإلى الأماكن التي نحبها. سيأتي اليوم الذي نقول فيه أنها أزمة وعدت، وما عدت إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وبوجود قائدنا
وحكومتنا وجيشنا وكوادرنا الطبية. شكرا بحجم الوطن للوطن، أحبك موطني، أحبك موطني. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. يا نجوم السماء، يا عبائق النسم، يا سحائب الرجا، يا طيور الحرم، يا رعود الشتاء، يا جميع الألم، اشهدوا هذا المساء أنني قلت القسم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.